استاذ احمد، استاذ احمد، هل هذا اليوم بدانا بمشروع اولها عوجي. نحن كشباب حملة خلوها أجمل تطوعية بالتعاون مع روح موصلية بدأنا بهذه العوجة في منطقة عمو البقال، محلة عمو البقال. بصراحة هذه المنطقة فيها العديد من العوائل العائدة لهذه البيوت، ويعني قررنا أن يكون هذا المشروع هو بارك نموذجي أو حديقة نموذجية صغيرة لمنتجه، نعم، لهذه المنطقة لكثرة وجود الأطفال، يعني نشاهدهم دائما يلعبون في مفتقدون هذه وسائل الترفيه ويعني المتنزهات، ونشاهدهم دائما يعني بين الأنقاض والمخلفات الحرب التي خلفتها عصابات داعش الإرهابية. اليوم قررنا أن يكون لهؤلاء الأطفال يعني مكان للتنزه والتنفس، وسيكون هناك ألعاب صغيرة أيضا لأطفال هذه المنطقة. وهذا العمل بالتعاون مع منظمة روح موصلية وفريق خلوها أجمل التطوعي. أستاذ مصطفى، إيش ضمن العمل؟ الفقرات الفقرة الأولى يعني الموقع هو كان جامع الست نفيسة، تعرض للأسف إلى تفجير وتدمير من قبل عصابة داعش بالكامل، وكانت هذه الحديقة هي يعني حديقة ومن ضمن الجامع فيها نفايات وفيها أنقاض وإهمال واضح. وبعد استحصال الموافقات الرسمية والقانونية من قبل الوقف السني، تم البدء على رفع الأنقاض والنفايات وتعديل المكان، ومن ثم فرش الأرض في التربة لتربة الحديقة من أجل زرع الأشجار فيها والثيل و وضع الشتلات والتزيين وترتيب هذه الحديقة لتكون متنفس لهذه المنطقة.